ما الذي يحدث في القلعة الصفراء؟ في هجمة قوية على الغاسية لضعف هذا الكيان الكبير، والله يسامح من كان السبب. أحداث دراماتيكية كثيرة حصلت مؤخرا في نادي القادسية، منها المالية والإدارية وهجرة اللاعبين. تساؤلات لن تجد أي إجابات، فأصبح الوضع غامضا والرؤية أصبحت ضبابية والصورة مبهمة. الإجابة على جميع ما سبق موجودة في هذا المبنى ومع أمين السر المساعد السيد حسن بو الحسن. هل يمر القادسية في أزمة؟ الرياضة الكويتية كلها تمر بأزمة، مو بس نادي القادسية. يعني لو تسأل أي رياضي حاليا بالوضع الحالي راح يقول لك الرياضة الكويتية تمر بأزمات، مو أزمة بس. لماذا دائما السهام مصوبة ناحية مجلس إدارة النادي؟ هجومهم على العين والرأس، وإحنا بعد هم علينا عتب على الجماهير. جماهير القدساوية هذه المدرجات، يعني قاعد تشوفون مثل ما يتابعون يرغبون فينا ان احنا نشتغل، يجوا يدعمون لاعبينهم. مجلس الاداره اذا كان وجهه نظرهم انه مقصر، هم مقصرين اكثر من مجلس الاداره. حضورهم مهم للاعب، للدافع. ما يطلع اللاعب ليش يطلع؟ يبي جماهير. ما صحة خبر انتقال احمد الظفير الى القادسيه السعودي؟ ان شاء الله يكون اخر لاعب يطلع من القادسيه. والله تبي الحقيقه احنا كان عندنا مباراه سوبر لغايه اليوم، وانتقال اللي سمعنا الاخبار بتويتر والاعلام ان اللاعب وقع مع السعوديه. النادي القادسي لحتى الان ما استلم اي كتاب رسمي من المتعهد او من النادي السعودي، فماني عارف شنو الاجراءات اللي تمت صراحه. اللاعب لغايه اليوم والنادي لغايه اليوم ما استلم اي كتاب من لا كان من المتعهد رسمي. يعني انا حاجي على عماده السر، وانا امين السر المساعد. مجلس الاداره ما له حق انه يطلع اي لاعب الا بعد موافقه مدير الجهاز الاداري والفني للفريق. ما نقدر نحكم اي لاعب. اللاعب الحين اللاعب الكويتي اللاعب حر، اي واحد يطلع. ياما اللاعبين طلعوا وسيف الحشان طلع بدون علم القادسيه. التعاقد هذا يشرفني وتشرف اني اكون من ضمن المجموعه اللي تمثل نادي القادسيه السعودي، نادي كبير وله حجمه، ونوعد الجماهير ان شاء الله ان نبذل مجهودنا ونصعد بالفريق، وان شاء الله نكون اضافه للفريق ان شاء الله. بين تصريحات رسميه وهاجس جماهيري يبغى التساؤل، الاصفر الى اين؟ لبين الشوطين علي حسن.